السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، حيث نطالع فيها أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. والبداية من حملة تضامن مع أمهات المختطفين والتي انطلقت أمس وتصدرت العديد من المواقع الأخبارية والصحف، حيث علق موقع الموقع بوست وقال: حملة إلكترونية للتضامن مع أمهات المختطفين في سجون الميليشيا تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الموقع: لاقت التظاهرة الإلكترونية التي أطلقها ناشطون وسياسيون للتضامن مع أمهات المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح موجة ردود واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. وأعلنت رابطة أمهات المختطفين في صنعاء عن إطلاقها حملة تضامنية مع المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. وقال موقع بوست أن الناشطين تداولوا في واسم الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي صورا تندد بممارسات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وجرائمهما التي تمارس بحق اليمنيين من اختطاف وتعذيب. إلى موقع التغيير نت والذي عنوان: هادي يصدر قرارا جمهوريا أو قرارات جمهورية بتعيينات في مناصب عليا. وتقول التفاصيل: أصدر الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي قرارين جمهوريين بتعيينات جديدة، حيث أصدر قرارا جمهوري بتعيين أمين العكيمي محافظا لمحافظة الجوف واللواء صغير بن عزيز نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التدريب. وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن أمين العكيمي هو عضو مجلس النواب عن مديرية المتون بمحافظة الجوف، وقائد لواء النصر كان قد أصيب عدة مرات خلال مواجهات مع الحوثيين آخرها قبل شهر. أما نائب هيئة رئيس الأركان العامة لشؤون التدريب صغير بن عزيز فهو كما يقول الموقع عضو مجلس النواب وممثل عن حزب المؤتمر عن مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وأحد ضباط الحرس الجمهوري خاض حروبا شرسة مع الحوثيين في الحروب الست وفقد فيها الكثير من أقاربه. أين كان اليمنيون في أيلولهم الأسود؟ تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال الغفوري: توجد شعوب كثيرة تحتفظ ذاكرتها بأيلول أسود، ولليمنيين أيلولهم الأسود 21 سبتمبر 2014. في ليلة تلك اقتحم الحوثيون وهم جماعة دينية مسلحة العاصمة صنعاء، فأعلنت قوات الأمن والجيش وقوفها على الحياد. وباستثناء مظاهرات الطلبة في تعز في الأيام التالية، فقد بقيت كل المحافظات على المستوى الشعبي صامتة، وسرعان ما أفرغ الحوثيون المجال الحيوي الداخلي لصالحهم ونصبوا قائدا للجيش ينتمي إليهم، وخلال وقت قصير استحوذوا على المجال القضائي. كان الحوثي قد استعرض قوته العسكرية في شارع المطار الممتد إلى وسط العاصمة، وكان مثقفون وإعلاميون يغرقون صفحات التواصل الاجتماعي بالحديث عن القوة الجديدة التي جاءت لتضع حداً لفساد النخب السياسية، مغرين في المديح الأخلاقي إلى حد استخدام كاتب معروف لتعبير أسطوري شبيه بالنصوص القبطية عن القديس مار جرجس: لقد جاء الحوثي لاستنقاذ لقمة الفقير. إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون في صفحته الرئيسية: لجنة حقوقية ترصد 9816 حالة انتهاك بحق المدنيين، منها 3054 حالة قتل. وأوضح رئيس اللجنة قاهر مصطفى في مؤتمر صحفي في السفارة اليمنية في الرياض أن اللجنة سلمت الرئيس هادي نسخة من تقريرها الأول حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وسجلت اللجنة وقوع حالات قتل مدنيين بينهم 129 طفل و102 من النساء، ووثقت سقوط 3906 من الجرحى نتيجة النزاع المسلح الذي اندلع مطلع العام الماضي. أوضحت اللجنة أنها حققت في 15 حالة قصف لطائرات بدون طيار في محافظة البيضاء ومأرب وشبوة وحضرموت، ولفتت إلى أنها أجرت 4498 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان ومبلغين في كافة الانتهاكات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.
وموقع يمن مونيتور عنوان في صفحته الرئيسية أيضا: ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يحضر حفل الحوثيين بصنعاء. وتقول التفاصيل: أظهرت صورة حصل عليها يمن مونيتور حضور ممثل منظمة اليونيسف التابع للأمم المتحدة في اليمن حفلا لتدوير السلطة داخل جماعة الحوثي المسلحة في العاصمة صنعاء، ويتهم ناشطون المنظمات الدولية بالعمل إلى جانب الحوثيين في الحرب التي تدور في اليمن ضد الحكومة المعترف بها دوليا. وكانت اليمن قد أعلنت في يناير الماضي أن ممثل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في اليمن جورج أبو الزلف شخص غير مرغوب فيه. وعن مدينة الحج وعن مدينة لحج التي وحشت أهلها الساكنين فيها رغم المصائب المحيطة بها، عن روائحها التي ملأت البلاد فلا وطيبة، عن لحج الخضيرة وبستان الحسيني، عن كل تلك الجماليات التي اختفت، كتبت شيماء السيد مقالها المنشور في عدن الغد وقالت: منذ فترة احتشد مجموعة من الشباب يرقصون وسط الشارع الرئيسي في الحوطة، تجمهر الناس حولهم، كان عرسا بهيجا، حناء وطبل، شرح لحجي، أنغام راقصة، وأهازيج شعبية. المشهد هذا استوقفني طويلا بل وأفرحني كثيرا، فلحظة كتلك لا تتكرر كثيرا. مشهد فني راقص في الشارع الوحيد المهمل في المدينة، والشاهد على معاناة مجتمع بأكمله لسنوات طويلة. وأنا بدوت أمام ذلك المشهد كغيري من الجمهور عطشة للحياة اللحجية وبهجتها للإنسانية أن تعود فينا. كهذه اللقطات الإنسانية المسالمة والجميلة جدا عليها أن تتكرر كثيرا، أن نتشارك الفرحة دون خوف وموانع، في حين أننا هنا جميعا نتشارك بؤس هذه المدينة، فما المانع أن نفرح فيها أيضا وبشجاعة لتكتمل الصورة ويعود للمجتمع زهوه وريادته، مفتخرا بصوره الجمالية للفن والتراث والموسيقى. هنا بالفعل تتجسد الحياة، وهذا هو القليل الجيد الذي لا يتكرر إلا نادرا، لكنه أولوي لشفاء المجتمع. حاليا من المؤسف في لحج أنك ترتدي عقدا من الفل لكنك لا تشم رائحته الزكية، بالتأكيد له رائحة لكنها رائحة فل عادي جدا، ولا تشم رائحة لحج أرض الفل الحزين. وحدثكم هنا عن حجم الأسى في القلب ولربما في الأنف أيضا على واقع المدينة الذي يمنعك من الاستمتاع بالقليل الجيد. رائحة عقد فل لحجي مثلا، إذن ما العمل؟ على رائحة الفل اللحجي أن تنازل وبضروة كل روائح الموت والتطرف والدمار، وعلى الأسى الكبير الممتد هنا وهناك أن يخجل من نفسه كثيرا ليتوارى قليلا، ويسمح للقليل الجيد في هذه المدينة أن ينتشر في كل مكان ويعمل بهدوء وثبات من أجل المستقبل. موقع الصهاريج نيوز أعاد نشر أحد الموضوعات الأمنية وعلق: قنابل لم تنفجر تساهم في رفع حصيلة ضحايا الصراع في اليمن. وقال الموقع: دوي الصراخ بقوة في أرجاء قرية تقع على تبة خارج صنعاء بعد أن فجر يوسف السلمي ذو 10 أعوام قنبلة كان قد عثر عليها في حقل ظنا منه أنها لعبة. الصبي أصبح واحدا من بين المدنيين اليمنيين الذين راحوا ضحية ذخيرة لم تنفجر في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد التي تقاتل فيها الحكومة المدعومة بالولايات المتحدة والسعودية الحوثيين المتمردين على النظام. وأعربت جماعة حقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة عن مخاوفها من أنه حتى في حالة انتهاء الحرب ستستمر معاناة البلاد مع موروث من الذخائر التي لم تنفجر. موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية علق على الحالة الأمنية في واحدة من أهم مناطق العاصمة المؤقتة عدن، وعنوان: مدير أمن عدن يقود حملة أمنية في مدينة كريتر. وقال الموقع أن مدير أمن عدن اللواء شلال شايع قاد حملة أمنية في حي كريتر بعدن هدفت إلى تثبيت الأمن والاستقرار بالمدينة التي شهدت خلال اليومين الماضيين حوادث متفرقة، بينها استهداف مدير عام التأمينات والمعاشات من قبل مسلحين. ومن عناوين الموقع أيضا: المئات بعدن يشيعون جثمان الشهيد صالح
بن حليس. قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعاود الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ونصحبكم في جولة في أهم ما ركزت عليه الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط حيث عنونت الصحيفة: تنسيق استخباراتي سعودي يمني يضمن عدم اندساس مخربين في الحجة. وتنقل الصحيفة عن وكيل وزارة الأوقاف اليمنية مختار الرباش عن وجود تعاون أمني يمني سعودي للتأكد والتدقيق في أوراق المتقدمين لأداء الحج هذا العام نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. وقال إن التعاون الأمني والاستخباراتي متواصل بين الجانبين لضمان أمن الحج، كما أن وكالات الحج حريصة على سمعتها ومصالحها وترتبط بعقود واضحة مع المتقدمين وتقوم بالبحث والتدقيق للتأكد من عدم وجود أي شبهة أو مصدر خوف للمتقدم للحج. وأفاد الرباش أن مسؤولي بعثة الحج اليمنية أنه معظم التجهيزات الخاصة بالبعثة من ترتيب المخيمات والفنادق والنقل، ومستمرون في إنهاء بقية الترتيبات المطلوبة. وتمنى وكيل وزارة الأوقاف اليمنية تسهيل دخول الحجاج اليمنيين عبر منفذ الوديعة الحدودي، كونه المنفذ الوحيد الذي لا يزال يعمل في ظل ظروف الحرب. صحيفة القدس العربي عنونت في صفحتها الأولى: إيران تعترف بقصف الحوثيين للسعودية بصواريخ إيرانية الصنع. وقالت الصحيفة: أكدت وكالة إيرنا الرسمية الإيرانية أن الحوثيين قصفوا الأراضي السعودية بصواريخ باليستية من طراز زلزال 3 وقاهر 1 الإيرانية الصنع. وأضافت أن اللجان الشعبية للحوثيين قصفت معسكرا في منطقة نجران جنوبي المملكة بصاروخ زلزال 3 ردا على ما وصفته الوكالة الرسمية الإيرانية بالعدوان. وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الحوثيين أطلقوا صاروخا آخر من طراز قاهر 1 على قاعدة خميس مشيط في عسير يوم الأحد الفائت. وتتابع الصحيفة القدس العربي: سبق أن أعلنت إيران أنها زودت حزب الله اللبناني بصواريخ زلزال 3، وأكدت بريطانيا خلال تقرير نشرته مؤخرا أن طهران استطاعت إرسال شحنات من الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين خلال الفترات الماضية. وفي السياق، توعدت وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري السعودية بالمزيد من الهجمات الصاروخية من اليمن على محطات إنتاج الكهرباء والمنشآت النفطية. البيان الإماراتية تابعت تفاصيل غارات التحالف الأخيرة وقالت: شنت طائرات التحالف العربي أكثر من 50 غارة على مواقع عسكرية للإنقلابيين في عدد من المحافظات اليمنية. وذكرت مصادر يمنية أن مقاتلة التحالف قصفت مواقع الإنقلابيين في صنعاء ومحيطها، حيث استهدفت قاعدة الصمع المطلة على مطار صنعاء الدولي ومواقع الإنقلابيين في منطقة صرف ومنطقة بني عوير في مديرية نهم، وعلى اللواء 122 مشاة في مديرية الصفراء، ومران بمديرية حيدان ومديرية ساقين التابعة لمحافظة صعدة. أوضحت أيضا أن التحالف شن 4 غارات على معسكر اللواء العمالقة في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، و4 غارات أخرى على المنطقة الأمنية بمديرية خمر. التمرد والشرعية المفقودة. تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أحمد يوسف أحمد مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد، وقال الكاتب: كيف يجوز لفريق سياسي أصلاً انقض على الشرعية وعطل مؤسساتها وحاول خلق مؤسسات بديلة وفشل أن يعود ليتمسح بهذه الشرعية، أو بالأحرى بمؤسسة واحدة من مؤسساتها؟ لقد دخل الحوثيون صنعاء بالتواطؤ الذي جرت محاولة مكشوفة لإخفائه مع صالح، منقضين بذلك على المبادرة الخليجية التي توافق حولها الشعب اليمني، وعلى مخرجات الحوار اليمني الذي شاركوا فيه وفي مقرراته بوزن عددي يقارب 6%، وهو وزن كان موضع دهشة وانتقاد أصلاً من قوى سياسية يمنية أصيلة رأت أن هذا الوزن مبالغ فيه. ومع ذلك تم فور سقوط صنعاء بيد الحوثيين التوصل إلى اتفاق السلم والشراكة برعاية مبعوث الأمم المتحدة آنذاك
الذي أعطاهم تمثيلا زاد فيه وزنهم، ومع ذلك لم يلتزموا به وعطلوا مجلس النواب واعتقلوا رئيس الجمهورية داخل منزله إلى أن تمكن من الوصول إلى عدن، ثم أصدروا إعلانهم الدستوري العجيب الذي وضع كل شيء بأيديهم، فقد نص على تشكيل مجلس وطني من 551 عضواً يقوم بانتخاب مجلس رئاسي، وكل هذا تحت رقابة وإشراف لجنتهم الثورية العليا. ولم ينجحوا في تحويل هذا الإعلان إلى واقع، بدليل أنهم اليوم يعودون بائسين إلى مجلس النواب الذي عطلوه بعد أن أدركوا أنهم لن يستطيعوا أن ينفردوا وحدهم بالتهام الكعكة اليمنية، فقرروا صاغرين أن يقتسموها مع حليفهم اللدود. يستخف الحوثيون عادة بكل ما سبق ويقولون إنهم يستمدون شرعيتهم من الثورة، أي أن شرعيتهم ثورية وليست قانونية، فعن أي ثورة يتحدثون؟ صحيفة الخليج عنونت فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه إيران في اليمن، وقالت الصحيفة: الخارجية اليمنية إيران تعرقل السلام. وتنقل الخليج عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية قوله إن تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن عقد الانقلابيين لاجتماعات بمبنى مجلس النواب واعتبارها قرارا عقلانيا، كما قال، دليلا آخر على تواصل الدعم الإيراني للانقلاب وتدخل سافر في شؤون اليمن. وأوضح المصدر أن التصريح الإيراني يمثل تأكيدا قويا على استمرار الرغبة الإيرانية في إطالة أمد الحرب في اليمن من خلال تشجيع الانقلابيين على خطواتهم التي تتخذ عن قصد لعرقلة جهود السلام والمشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الانقلاب. ودعا المصدر المجتمع الدولي إلى الضغط على إيران لوقف التدخل في الشؤون اليمنية أو التدخل في شؤون دول المنطقة، والضغط عليها للابتعاد عن التصريحات والتصرفات غير المسؤولة وتأجيج الصراع. أما صحيفة العربي الجديد فقد عنونت: تحضيرات مكثفة لمشروع إعمار اليمن. العربي الجديد قالت في التفاصيل: بدأت الحكومة اليمنية التحضير لمرحلة إعادة الإعمار من خلال نقاش مكثف ومباحثات مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمات دولية، لكن نقص التمويل وفشل الأطراف المتحاربة في التوصل إلى اتفاق سياسي يجعل الإعمار مجرد ماكيت لمشروع غير قابل للتنفيذ. وقال مصدر حكومي للعربي الجديد إنه ومن المقرر أن تعقد الحكومة اليمنية ورشة مع المانحين نهاية أغسطس الجاري في مدينة دبي لبحث التحضيرات النهائية لمؤتمر إعمار اليمن وإقرار الوثيقة الخاصة بإعادة الإعمار. وأوضح المصدر أن الورشة المقبلة ستشهد مشاركة ممثلين رئيسيين للقطاع الخاص المحلي والخليجي والمجتمع المدني بكل أطيافه، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين من المجتمع الإقليمي والدولي، حتى تتبلور وثيقة شاملة مقبولة من جميع الأطراف تمثل الإطار المرجعي لإعادة إعمار اليمن. الدولة الفاشلة وأسباب التفكك. تحت هذا العنوان كتب المغربي عبد الحق عزوزي مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد، وقال الكاتب: المجال السياسي العام سيبقى ملغوما بألغام عجيبة قد يتأخر تفجيرها حسب الظروف والأحوال، والفاعلون السياسيون في تلك الدول يركبون أمواج الأحداث ويتصارعون داخلها، ولا يأخذون وقتا للاستعداد ولا للتفكير ولا لصياغة الاستراتيجية لينجو الجميع قبل أن يحاط بهم، علما بأن العلوم السياسية قد سطرت كل القواعد الضرورية لبناء الدول والمجالات السياسية العامة. تثبيت الديمقراطية يبقى رهينا بالمسار الذي يعطيه الفاعلون للتحول، فإما أن يؤدي بالبلاد والعباد إلى بر التغيير الجذري الذي يخلق منظومة معرفية وتطبيقية سياسية كاملة حول الحق الطبيعي والتعاقد والمواطنة، وإما أن يؤدي إلى واد غير ذي زرع من سلطوية جديدة. والأجدر بالفاعلين الكبار عندما تصل دولة من الدول إلى نقطة التحول الديمقراطي التي لا تعني إطلاقاً وصول قاطرة الديمقراطية نهائياً هو إعمال العقل وإعادة قراءة دور المؤسسات والدولة في هذا المجال السياسي الجديد، وتصور قانون أسمى للبلاد وإعماله بطريقة سريعة ومرضية للجميع عن طريق التوافق الشعبي. إن المرحلة التي يمر منها العالم صعبة وصعبة جداً، ولا تسمح بتضييع الوقت في الارتجالية والتفاهات،
والدول التي دخلت إلى عالم الصراعات الداخلية اللامتناهية لن يرحمها أحد ولن يخرجها من مأزقها إلى ذاتها. والدولة ما سميت أصلاً دولة إلا لأنها تتوفر على سيادة، وتلك السيادة تفرض على أبنائها العمل على تهيئة كل سبل وظروف التنمية والثقة والعيش المشترك. أما إذا أضحت حلبة للصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية فإنها ستصبح عرضة للتفتت والتفكك الداخلي، وعرضة للتدخلات الأجنبية المتنوعة من دول ولوبيات وأفراد وجماعات إرهابية. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه. نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور.